عصام عبد المحسن سيد احمد دنيا شنواي اشمون النوفيه في البطاقه بدون عمل. والله ربنا مختارني سيادتك من صغري وبيختبرني ان انا برئيس لهذه الجمهوريه، وان شاء الله هبقى ملك بعد كده باذن الله، وان انا ان شاء الله هحرر فلسطين بحالها من اولها لاخرها. فلسطين هتتحرر بحالها من اولها لاخرها باذن الله. هيكون بعد ذلك في فرض كمصر كقوه عظمى لربنا، خد بالك ان الدول الصين اليابان اتنين كوريا، من كل دوله 1 مليون بالدولار الامريكي بعد كده هيدفعوه مش هيكلمه. انا ان شاء الله هبقى رئيس وهبقى ملك باذن الله، واللي ما يجيش بالذوق بيجي بالايه؟ بيجي بالعافيه بقوه ربانيه.